احنا موجودين هنا في مكان ربنا أقامه عشان يحمي مامتنا الاختيارية اللي كانوا في حلب سوريا، وربنا حماهم من الضرب ومن كل الشر اللي حل بالبلد. شماسة يا احلى الصبايا يا ست النساء، وضمك في ايدي والعيون علي وتقول الخبرية ضم وبواسة. يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي. احبائي احنا موجودين هنا في دير العائلة المقدسة في حلب في سوريا، ومعانا امهات. بالنسبة لي أحلى لقاء إن أنا أشوف الأمهات اللي صبروا واحتملوا وشافوا كتير.